من جانبه أكد مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع أن رفض مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار الدائم في غزة يعني الموافقة على تجويع الفلسطينيين. وقال بن جامع إن الصمت ليس خيارا وإنه يجب على مجلس الأمن أن يتخذ موقفا مناصرا للحقيقة ومناهضا للقتل والكراهية. يتناول المشروع عناصر أساسية تشمل وقف إطلاق نار إنساني، وثانية إيصال المساعدة دون عائق لكل أجزاء قطاع غزة، وثالثا رفض التهجير القسري للفلسطينيين، ورابعا الامتثال للإجراءات المؤقتة التحفظية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وخامسا وأخيرا حتمية احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.